تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وواشنطن وبحث فرص الاستثمار بالسوق المصري كان العنوان الأبرز لزيارة البعثة التجارية الأمريكية التي تضم 44 شركة في خطوة جديدة لتقوية العلاقات المصرية الأمريكية على كافة الأصعدة. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الذي ألقى كلمة أمام وفد الغرفة التجارية الأمريكية أن القاهرة كانت ولا تزال شريكا استراتيجيا لواشنطن، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي ضمن أكبر 10 دول أجنبية لها استثمارات مباشرة في مصر بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 2.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بنهاية يوليو الماضي. وعلى الصعيد التجاري أعرب رئيس الوزراء عن إيمانه بأنه في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين لا تزال هناك فرصة لتعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 5.1 مليار دولار أمريكي في عام 2017، والبحث عن وسائل جديدة تسهم في تنوع برامج التبادل التجاري في السنوات القادمة. وخلال الزيارة شددت سارة كيمب القائم بأعمال نائب وكيل وزارة التجارة الأمريكية على أن الولايات المتحدة تقدر الدور المحوري لمصر على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخرا ساهمت في لفت أنظار مجتمع الأعمال الأمريكي للعمل بالسوق المصري في مختلف المجالات الاستثمارية والصناعية. وعلى صعيد التعاون الثنائي لفتت كيمب إلى إمكانية توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك في مجالات تعزيز كفاءة النظام الجمركي والفحص والمواصفات والجودة والصحة والرعاية الصحية، مشيدة بالدور الهام الذي تقوم به مصر بمنظمة التجارة العالمية لحماية وتقوية النظام التجاري متعدد الأطراف. وتعد مصر سوقا كبيرا يسمح للمستثمرين والمصدرين بالنفاذ لأسواق كبرى بدون تعريفة جمركية عبر عدد من اتفاقيات التجارة التفضيلية مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي. عن أهمية هذه الزيارة ومستقبل العلاقات المصرية الأمريكية الاقتصادية بيشرفنا في هذه الفقرة الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي الأستاذ مصباح قطب. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. بداية بنتحدث دائما أنه مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة، تعريف هذا المفهوم يعني إيه شريك استراتيجي؟ كلمة استراتيجي دايما تعني طويل المدى وفي عمق. هذه مفهوم استراتيجي، سواء احنا قلنا مثلا مشروعات استراتيجية يعني حاجة بتخدم المستقبل قوي ولها نطاق عريض من التشابكات مع غيرها. ومن ناحية تانية الحقيقة لازم نبقى برضو واضحين في التأكيد على فكرة انه مصر لديها تنوع جيد جدا في العلاقات مع القوى الكبرى. يعني إذا كانت لها علاقات قوية مع الولايات المتحدة فإحنا شفنا مثلا زيارة رئيس لروسيا ودي إلى آخره يعني. نعم. طيب نتكلم على هذه الزيارة وبنتكلم على زيارة وفد من رجال الأعمال، يمكن 44 شركة أمريكية حضروا لمصر، والوفد برئاسة سارة كيمب القائم بأعمال نائب وكيل وزارة التجارة الأمريكية. شايف إزاي مستوى هذه الزيارة وأهميتها؟ يعني في اكتر برضه من صعيد كده ممكن نتكلم عنه. اول حاجه يعني نلاحظ انه ده تم بالظبط وما كانش ده متى، يعني هي جت صدفه في نفس المؤتمر اللي كان فيه مؤتمر ديفوس في الصحراء اللي هو كان موجود في المملكه العربيه السعوديه، ويفترض ان الشركات الامريكيه الكبيره ايضا مشاركه بمشاريع هناك، لكن جانا عدد جيد جدا من يعني من الشركات زي ما حضرتك اشرتي 44 شركه. النقطه الثانيه انهم جم تقريبا واحنا من غير يعني حتى بلغه يعني تعبير الاستاذ عمر مهنا رئيس مجلس اعمال مصر الامريكي، هو شريك في الترتيب مع الغرفه الامريكيه في مصر والجانبين المنظرين في الولايات المتحده الامريكيه. بيقول انه عاده الحكومه كانت بتقول يعني ايه سوف نعمل سوف نعمل، لا المره دي كان كل الكلام في لقاءات مع الرئيس وفي لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي او الوزراء او حتى لقاءات فنيه بتقول احنا عملنا كذا وكذا وكذا، فده برضه كان عمليه مهمه جدا. والحاجه الثالثه الحقيقه اللي كانت لفتت نظري حتى وبانت قوي في كلام رئيس الوزراء
انه كان في نوع حقيقي من وضوح رؤيه للمستقبل، ربما عشان انا بتابع مثل هذا النوع من البعثات من سنوات طويله، هو اكتر من اي وقت مضى يعني. فدي اهم ثلاث عوامل. ده بيرجع لايه يا فندم؟ يعني بدانا شويه ندرك انه التقدم لا يمكن ان ياتي صدفه. لابد يبقى في قدر من التخطيط يعني البعيد المدى، والتخطيط اللي بتخش فيه عناصر مختلفه وتتكامل فيه الادوات والوسائل عشان توصلي للهدف اللي انت عايزه توصلي له. عشان كده ما كانش صدفه حتى ان رئيس الوزراء بيتكلم بيقول انا هقول لكم كلام مش كله بقى جاي من عندي، انا جاي من عند زملائي في السياحه وفي الماليه وفي كذا، السيدات والساده الوزراء اللي كانوا موجود. وده برضه حتى بيدل على انه يعني احد عوامل التقدم هو مثل هذا النوع من العمل الجماعي. والحاجه الحقيقه المهمه برضه اللي جت في صدفه كده، انه بدا قوي التوترات الاقليميه والدوليه وصلت للذروه في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، وبقى العالم كله عمال يتكلم على ازمه الاسواق الناشئه، وكل الحقيقه وكالات البحث والتصنيف ومؤسسات اللي هي بحثيه تابعه لبنوك استثمار او صناديق استثمار عالميه قالت انه مصر من بين الاماكن القليله جدا اللي فيها درجه من الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي. فده برضه الحقيقه كان عامل مهم جدا، ولعل الاطراف المختلفه لاحظته، حتى انه يعني جريج ليبيديف اللي هو يعني رئيس مجلس الاعمال الامريكي المصري، يعني استاذ عمر معانا المصري الامريكي، هو الامريكي المصري قال يا جماعه انتوا يعني طبعا احنا مش هنصدق الكلام ده كمصريين لان احنا لسه عندنا متاعب، بس دي بمنتهى الامانه عبارته قال زي ما الناس بتعرف كده عن الهرم لابد تعرفوا الناس بالقصه اللي انتوا عملتوها في مجال الاصلاح الاقتصادي. بمعنى انه يعني المعلومات مش واصله للناس مظبوط بره، يعني اقصد اقول هو يعني الناس طبعا كانت اي ما انا باكد مره تانية ان انا مش عايش في الفضاء الخيالي. يعني هل احنا لما نعرف ولا المؤسسات الدوليه لما بتتكلم بيكون لها يعني صدى؟ الطرفين عليهم ان يقدموا يعني اولا مسؤوليتنا في الاساس، يعني المؤسسات الدوليه انت كلمت او شركات التصنيف او مؤسسات البحوث زي ما انا بقول او مستثمرين عالميين كبار، يا اهلا وسهلا، بس الواجب الاول هو علينا احنا اولا نعرف بلدنا ومواطنينا ونعرف العالم الخارجي باللي احنا عملناه واللي احنا وحاطينه على خريطة التنفيذ، يعني فدي مسألة مهمة. نسبة الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر 38% من جملة الاستثمارات اللي جاية للقارة الإفريقية، هل الرقم ده مظبوط؟ ده صحيح. احنا يعني مصر أكبر بلد في أفريقيا مستقبل للاستثمارات الأمريكية، وتاني بلد في المنطقة العربية مستقبل للاستثمارات الأمريكية. بعد إيه؟ بعد دولة إيه؟ يعني بعد المملكة العربية السعودية. احنا مزبوط. تاني دولة. صحيح. طيب ايه مستقبل العلاقات الاستثمارات الامريكية في مصر؟ ايه المجالات المطروحة قدامهم تكون استثمارات واعدة؟ هو رئيس الوزراء قال لهم اني انا عندي اربع حاجات انا مركز عليها جدا. اول حاجة الصناعة، والحاجة التانية هي السياحة، يعني زاد فيها بعض التفاصيل سواء كانت الدكتورة رانيا المشاط موجودة، وايضا الزراعة والإنشاء والعقارات وتصدير العقارات للخارج. قال دي من أربع الحاجات اللي مصر يعني أو زي ما تقولي أحصنة الرهان المصرية، وبالتالي دعا المستثمرين الأمريكيين إلى أنهم يهتموا. خليني أعرف تفصيلا إيه مساهمات الأمريكية في الأربع مجالات دول. يعني هم يعني في البداية طبعا يعني مع المجالات الأربعة دول هم من أوريدي من بدري موجودين في مصر في مجالات مختلفة. في الصناعة هنلاقي يعني احنا عندنا مثلا شركات المياه الغازية أمريكية، الهواء كلها يعني مثلا كنموذج. في الطاقة وهي ريليتد للصناعة على العموم أو لها علاقة بالصناعة، يعني زي ما اتكلمنا على تجربة سيمنز الألمانية فجنرال يعني الجنرال إلكتريك يعني لها مساهمة قوية جدا في موضوع الطاقة في مصر. هم أيضا مهتمين بالطاقة المتجددة، مسألة مهمة عندهم، مهتمين بالنقل واللوجستيات، وعشان كده ما كانش صدفة ان هم يزوروا المنطقه الاقتصاديه في قناه السويس. والحقيقه الدكتوره ساحه نصر والفريق مش عاملهم برضه يعني عرض جيد جدا يعني خلال تواجدهم هناك. فدي الحاجات اللي هم شغالين فيها. وفي كل الحالات طبعا في الخدمات الماليه يعني من الحاجات القويه جدا في امريكا، وهم ايضا مهتمين بها في مصر ولهم تواجد على هذا الصعيد. الشؤون العقاريه برضه يعني سواء في تسويق العقارات او حتى التخطيط واقامه مشاريع عقارية مع شركاء مصريين شغالين في هذا الاتجاه. كل مصر أيضا هي في حد ذاتها سوق كبيرة في المنطقة، وكونها أيضا بوابة للقارة الإفريقية، إيه أهمية ده بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟
هو احنا يعني واحدة من الحاجات الأساسية الحقيقة لما بنيجي نقدم بلدنا للمستثمرين الأجانب بنقول على اتفاقيات التجارة اللي هي عاملاها مع احنا داخلين في الكوميسا وداخلين في السادك ويعني داخلين في منطقة التجارة الحرة العربية ولنا تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ومع تركيا. فأقصد أقول يعني اتفاقيات التجارة الحرة معناها قدرة أكبر على النفاذ إلى عدد ضخم جدا من المستهلكين. يعني لو جت شركة أمريكية واستثمرت في مصر هي طبعا هي هتقدر تصدر بسوق يعني بتكلفه اقل الى هذه الدول لانها هتخش من غير جمارك، وبالتالي كان مهم جدا كمان انك تهيئ البيئه عشان المستثمر الصناعي يلاقي مجال مناسب يشتغل من خلاله. عشان كده ما كانش صدفه ان في الفتره اللي فاتت طلع قانون التراخيص الصناعيه، وفي اهتمام شديد الحقيقه بتفعيله يعني من اطراف المختلفه مش بس وزاره الصناعه. فدي كانت عوامل كانت مطلوبه عشان تبقى الميزه دي حقيقيه. ممكن اقعد اقول كذا ان انا طرف مع اسواق فيها 1,000,000,000 واحد، لكن انا ما عملش اللي عليا في الداخل، فيعني الناس مش هتجيلي يعني. لكن ظني ايضا انه اللحظه دي لحظه اكثر مواتاه. طبعا لا نقلل على فكره من التحديات الموجوده قدامها، رئيس الوزراء اتكلم عنها والمسؤولين كلهم بمنتهى الوضوح، واحنا في تقارير دوليه مرتبتنا فيها متراجعه او مش عجبانه يعني، على الاقل لا نرضى عنها احنا كمصريين. احنا تقارير التنافسيه كان لسه طالع قريب، كنا 94 من 140 دوله في العالم. الانكتات كان مطلع بالصدفة في نفس اليوم يمكن تقرير عن الاستثمارات الأجنبية، دي كان في عندنا مرتبة جيدة فيها، لكن لا يزال علينا شوط كبير جدا في إصلاح ما يسمى الإصلاح الهيكلي اللي هو إصلاح المؤسسات ويعني إيه الحد من البيروقراطية. وبرضه رئيس الوزراء اتكلم كتير عن النقطه دي. في النقطه دي تحديدا يعني احنا سامعين من فتره بنتكلم على يعني اعاده هيكله مؤسسات الدوله واستخدام الميكنه والحاجات الرقميه في كل المعاملات الماليه شايف ازاي الخطوات اللي بتاخدها في مصر في هذا المجال؟ هل هي مرضيه بالنسبه لك؟ هل هي هتؤدي في وقت قريب لانجاز مثلا في هذا المجال، ولا يعني عايزين مزيد من العمل؟ هي لو انا شوفي انا يعني يمكن قلت يمكن كذا مره انا يعني العباره بتاعت ماكسيم جوكي جيت لهذا العالم لاعتقد يعني واحده من التكوين الثقافي ان انا نفسي نبقى افضل وافضل طول الوقت. احنا قدامنا مشوار طويل. تكويننا المصريين وتكوين انا بكلم حضرتك عن نفسي يعني، لكن في كل الحالات اكيد المصريين كلهم بيتمنوا لبلدهم انها، لان احنا تاخرنا كتير جدا عن في ال 40 سنه اللي فاتت عن اللي بيحصل في العالم على كل الأصعدة السياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وبالتالي يعني بصراحة عايزين نعوض ده في أسرع وقت ممكن. فأنا اعتقادي الشخصي أنه المحاولة بتاعت ميكنة الخدمات الحكومية واستخدام التكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات ووضع حاجز ما بين الموظفين وما بين طالب الخدمة لأول مرة عن نفسي كده أشعر أن حصل فيها أن الترس اللي كان مصدي ومش عايز يدور بدأ يلف، وفي اصرار حقيقي من وزاره التخطيط يمكن الحقيقه من ابرز الوزارات المهتمه، طبعا بالتعاون مع وزاره الاتصالات واطراف مختلفه، وزاره الماليه برضه في محاولات جيده طول الوقت. بس انا بنبههم الى اهميه ان يبقى في الشركات الوطنيه المصريه طرف قوي جدا، انه احدد بالظبط انا عايز ايه من الاجنبي، لازم يعمل لي تدريب ونقل معرفه، ما اعملش انا اي حاجه تسليم مفتاح في مجال الخدمات، لانه اللي بيخش المجال ده من الاجانب بيعرف حاجات كتير عننا. ماشي انا في حدود معينه يعرفها ما عنديش مانع، وفي حاجات لازم تبقى انا عندي كشركات وطنيه سواء عامه او خاصه. فالمهم حصل نقله جيده جدا، والحقيقه اضاف رئيس الوزراء لمسه ذكيه وهو بيقول ان دي احنا عملنا طبعا قانون خدمه مدنيه قبل كده وموضوع التكنولوجيا المعلومات، وقال انه احنا كمان عندنا في العشر سنوات المقبله في 38% من القوى العامله هتطلع بشكل طبيعي كده للتقاعد. ده هو اصلا خلال سنتين جايين في رقم كبير هيطلع المعاش من، بس هو قال كده يعني انا بقول لحضرتك قدام عشان انا كنت حاضر طول الوقت يعني. أيوه. فده رقم وقال انه ان احنا سنقوم بقى بماذا المكان اللي بيطلع باحلال عماله عاليه المهارات. وهذا ايضا سيؤثر على نوعيه الكوادر البشريه اللي موجوده في الجهاز البيئي الحكومي للدوله، وسينعكس بالتاكيد على جوده الخدمات. بعض الاراء حضرتك كانت بتلاقيها في اوساط رجال الاعمال او المستثمرين انه البيئه في مصر مش مواتيه لصغار المستثمرين وتوسط المستثمرين، انما كبار المستثمرين اللي بيقدروا يوصلوا للوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، دول اللي بيعرفوا فعلا يوجدوا مجال استثماراتهم في مصر، انما الصغار والمتوسطين بيبقى عندهم مشكله في هذا التعامل. هل فعلا ده حقيقه؟ يعني للحقيقه منظمات الاعمال ورجال الاعمال الكبار طول الوقت عندهم الفرصه انهم يطلبوا وزير او يروحوا لرئيس الوزراء او وزير، بيحصل
بس برضو للحق يقال يعني مش معنى كده انه اوتوماتيكالي المشاكل تتحل، لانه احيانا كتير في اسباب موضوعيه. افرض انت بتقول لي عايز مثلا انهي حاجه في وقت قصير عشان دي مهمه وانت ليك الحق فيها، بس موضوعيا ممكن الاقي الادوات اللي موجوده عندي كحكومه مش قادره تعمل ده. لكن في كل الحالات بالتاكيد هم افضل بكتير. يمكن السؤال بشكل مختلف، ان كبار المستثمرين بيعرفوا يتخطوا العقبات اللي موجوده في او الروتين والبيروقراطيه بعلاقاتهم مع قيادات الدوله، لكن الصغار المستثمرين بيبقى عندهم احنا مش مختلفين على المبدا. هو طول الوقت الواحد بيقول مهم جدا ان يكون هذا التخطي للعقبات طول الوقت بقى ايه بطريقه شفافه ومشروعه. يعني انا حتى بنصح دايما الحقيقه وزو يعني عفوا اذا كنت بقول كده من رئيس الوزراء لاي وزير، لما تقعد مع مستثمرين سواء مصريين او اجانب اللي ضاف في الجلسه يعني لازم تعلنوا للعامه الا ما يتعلق باسرار الشركه اللي كانت موجوده معاك، عشان كل الناس تبقى على بينه مما يدور من توجهات. ما جيش انا يعني عفوا ابقى انسايدر بمعنى ان انا اعرف معلومه في هذه القعده فاستفيد منها وغير ما استفيدش منها. النقطه الثانيه بقى اللي حضرتك بتتكلمي عنها مشروعات صغيره ومتوسطه، الحقيقه في يعني في مدرسه طبعا بتقول ان هي الاساس في خلق فرص العمل وفي النمو الاقتصادي، وامريكا نفسها يعني في امريكا الناس حتى تقول لك تركيا في ماليزيا الى في الهند، لكن انا شايف ان لسه قدامنا مجال طويل. لكن اللي مطمني شويه كان في بحث ايضا كان عامله الدكتور راجي اسعد واخرين انه اكد بالادله يعني وطبقا للمعلومات اللي متاخده من جهاز التعبئه والاحصاء ان انتاجيه الشركات المتوسطه في مصر اعلى من الشركات الكبيره، وده معناه حاجه جيده جدا، لان الحقيقه المفروض الكبير عنده حاجه اسمها وفورات الحجم وعنده بقى ايه عنده بحث وتطوير وعنده انفاق اكتر يقدر وبيستقطب كفاءات الى اخره. فده معناه ان احنا لما نركز على الصناعات المتوسطه هنكسب مرتين. الحقيقه انها مهمه جدا لانها بتنتشر افقيا في المجتمع وبتخلق فرص عمل كتير، وفي نفس الوقت هيبقى انتاجيتها اعلى حتى من الكبيره، فدي حاجه كويسه. المشاريع الصغيره بقى يعني في محاولات، طبعا البنك المركزي كان عنده مبادره في المشروعات الصغيره والمتوسطه، المشروعات الصغيره المتوسطه يعني في محاولات الحقيقه، لكن كان طول الوقت بيعاب عليها انها فاكره ان التمويل فقط هو ايه الحاجه اللي ناقصه، وانا رايي ان في حاجات تانية غير التمويل. يعني الحقيقه الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من 10 دول كبيرة مستثمرين في مصر، يمكن الرقم الموجود 2.6 مليار دولار أمريكي استثمارات أمريكية في مصر. يعني مدى تنافسية الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، يمكن بنتكلم بالصدفة احنا بكرة الرئيس هيكون في ألمانيا في موضوعات اقتصادية كبيرة، لسه كان في خبر على نائب رئيس الصيني اللي موجود في مصر وبرضه وفد اقتصادي وكلام اقتصادي مشروعات كبيرة. يعني هل بيقلق، مش هقول بيقلق، ولكن ماذا يعني الولايات المتحدة وجود دول كبيرة أيضا مهتمة بالاستثمار في مصر؟ يعني أولا الرقم بتاع 2.6 ما تحطش في الميديا في سياقه الصحيح، بالتأكيد الاستثمارات الأمريكية التراكمية أكبر من كده بكتير. أنا برضو وبالتالي حتى أنا بعيب على زمايلي، أنا لقيته برضو منشور كتير لأنه ورد عرضا في جملة برضو أنا عارف أنه ورد في المؤتمر، لكن كان لازم نراعي زي ما بيقولوا السياق زي ما بنقول في الإعلام يعني. لكن الاستثمارات الأمريكية طبعا أكبر من كده بكتير. هو المهم ايه دلوقتي، اهم حاجه في العلاقات بين الدول هو التجاره والاستثمار. لما كان التركيز على التجاره بس، وطبعا كان كل دول العالم احنا عندنا عجز رهيب جدا في التعامل معاها، ده يعني بصراحه مش في مصلحه بلدنا. فانت عندك حاجه من اتنين، يا اما تحط قيود على التجاره عشان تحد من، وده ما عادش متاح قوي لان احنا اعضاء في منظمه التجاره العالميه والحكايه دي مساحه المناوره فيها قليله، فيبقى التركيز على انك تجذب استثمارات بدل ما بستورد منك سلع، لا تعالى صنع في بلدي وانا مديك مزايا. والحقيقه برضه للامانه قانون الاستثمار الجديد فيه حاجات جيده جدا، انا متهيألي ان الناس لسه ما خدتش بالها منها سواء المستثمرين اجانب او حتى مصريين، زي ما يمكن اشرت انا في المصري اليوم في مقال النهارده في الماده 20 بتقول انه من حق رئيس الوزراء مجلس الوزراء انه يمنح للشركات اللي هتاخد مشروع ذات طابع استراتيجي او قومي حاجه بتسمى رخصه واحده كامله، مش محتاج معاها يرجع لاي جهه تانية في الدوله، عشان يعني رخصه بقى فيها ترخيص الارض وفيها التشغيل وفيها كل حاجه هو محتاجها. ده بينطبق على اي نوع من المشروعات؟ المشروعات اللي هو سماها القانون سماها كده مشروعات قوميه او استراتيجيه، اللي هي تفصيلها ايه بقى بالنسبه لنا؟ هو زي ما قلت لحضرتك القوميه بتبقى مشروع ضخم، يعني جانب منه بيبقى استراتيجي، بس استراتيجي اوسع لانه يشمل عاده يعني ايه انه مشروع قومي بيخدم على، دي بتكون بالشراكه مع الدوله او يعني بتبقى حاجات مع الدوله ليست استثمارات لا في طبعا يعني. احنا زي ما بنقول مثلا يعني مشروع حقل زهر هو مشروع قومي لمصر، احنا شركاء فيه مع ايني الايطاليه، لكنه مشروع قومي، فمن الوارد
احنا مثلا القوات المسلحه لما بتعمل مشاريع في سيناء قطاع خاص كبير جدا مش قليل بيشتغل معاه. فيعني في كل الحالات المشروع القومي المفروض بتقوده الدوله، لكن من الواقع طبعا نشترك في القطاع الخاص. فاقصد اقول يعني ايه، في مجال واسع جدا للاستثمار في مصر. احنا لازم نعمل اللي علينا، نهتم فعلا بتاكيد فكره ان احنا دوله القانون. دي مساله مهمه جدا للناس بره الحقيقه، ما يبانش ان احنا بنميز المصري عن الاجنبي، ما يبانش بنميز كبير عن صغير، او بنعامل حاله بطريقه ونعامل حاله بطريقه ثانيه. قد يبدو احيانا في المشهد ان احنا عندنا بعض الارتباكات في الحكايه دي، المهم جدا نزيل فيها الالتباسات. احنا بلدنا مثلا الحقيقه مركز القاهره الدولي للتحكيم مركز غايه في الاهميه، وانا من لسان حد كبير جدا في مصر الحقيقه وبحترمه، قال انه من اهم مركز تحكيم في اسيا وفي افريقيا، حاجه يعني نتشرف بيها. فاقصد اقول يعني حتى حين يكون لدى المستثمر المظلمه يبقى واثق تماما انه يقدر ياخد حقه بالوسائل المشروعه. يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية لها استثمارات في المشروعات اللي احنا شايفينها دلوقتي زي العاصمة الإدارية الجديدة أو محور قناة السويس أو غيرها من المشروعات القومية؟ هما في العاصمة الإدارية الجديدة لم يعلن عن حاجة تخص، لكن أنا في تقديري الشخصي أنه الشركات بتاعتهم اللي بتشتغل في الاي تي، على فكرة أكبر شركات كانت موجودة أولا في الوفد، أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية اللي هي الأكبر في العالم كانت ممثلة في هذا الوفد. أنا بقى أعتقد أن كل الاي تي، لأن سواء العالمين أو العاصمة الإدارية الجديدة هي مدن ذكية. في هذا الجانب يعني تأكدي تماما طبعا أن الأمريكان موجودين. ومن ناحية تانية المشاريع اللوجستية، الأمريكان شطار جدا في مسألة النقل واللوجستيات. أنا لا أعتقد أيضا أنه هذا المجال هيفوتهم يعني. لكن كمان ما تنسيش عملية الإمداد بالطاقة، زي ما قلنا من شوية أن جنرال إلكتريك لها يعني وجود قوي جدا في مصر في هذا المجال. آخر تطورات المفاوضات مع لإقامة منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الجمركي الأوراسي بتضمن أمريكا وبيلاروسيا وكازاخستان وكيرغيزستان وروسيا. إحنا يعني بقى في من زمان بنتكلم أو على إيه منطقة تجارة حرة مع روسيا، لكن الحقيقة أنا بعتقد إنها لم تأخذ يعني الطابع الجدي إلا في الأشهر القليلة الماضية، ويمكن أوباما بشرت خير إن تعمل المنطقة الصناعية الروسية، ودي أول مرة الروسي يعملوا منطقة صناعية خارج بلدهم. عشان كده حتى الاتفاق كان عليه جدل في البرلمان، يعني ان احنا مدينهم بعض الضمانات زايدة شوية، لكن يمكن الحكومة دافعت عنها بان احنا بنكسب صديق وبنديله منتهى الثقة في انه يتواجد على بلدنا لاول مرة يعملها، عشان كمان يبقى في عمق تصنيع موجود في المنطقة. فاقصد اقول يعني احنا دعينا ايضا الى التجارة الحرة مع المنطقة الأوراسية اللي فيها اكثر فيها روسيا ودول اخرى يعني، وانا ظني ايضا انه هيبقى في تسهيل. لكن طبعا مع الامريكان الرئيس حسب ما سمعته من استاذ عمر مهندا والاستاذ طارق توفيق وحتى الاطراف الامريكيه، الرئيس في سبتمبر قبل الماضي في اجتماعه مع رجال الاعمال في نيويورك على هامش اجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده، قال انه ما عندوش اي مانع في ان احنا نعمل اتفاق تجاره حره. وبرضه وزير الصناعه كان طلع يعني من اشهر قليله جواب ببدء هذا النوع من المفاوضات. احنا عارفين ان ترامب ضد تماما اتفاقيات متعدده الاطراف اللي فيها كذا دوله، عشان كده عمل وقفه بقى مع ايه مع النافتا ومع الاتحاد الاوروبي ومبهدل الدنيا، لكنه ما عندوش مانع في الثنائي، هو بيعتقد انه في الثنائي ممكن يعني يعمل اتفاقات تخدم بلده اكتر. اهلا وسهلا، يطلع منها كسبان اكتر. كان في تشجيع من الشركات الامريكيه، بس لازم نعرف احنا عايزين ايه ونعمله بمنتهى الدقه لنحقق منافع عادله للطرفين. بمنتهى الأمانة، هل يعني التواجد الأمريكي في مصر له أبعاد سياسية؟ بمعنى أنه تتوجه الولايات المتحدة للاستثمار في مصر، أنه في دول تانية زي روسيا تحديدا ودول أخرى سواء في أوروبا أو الصين أو بمستثمرين في مصر، هل ده ممكن يكون له يعني دافع الولايات المتحدة للتواجد بشكل أكبر في مصر؟ هو بالتأكيد يعني في منافسة بين القوى الكبرى على أنها تكتسب يعني مواطئ قدم أو نفوذ أو شراكات قوية مع أكبر عدد أو مع الدول الفاعلة في الإقليم، فده شيء طبيعي. بس عشان أكون أمين، الزيارة دي مخططة من بدري قوي من قبل زيارة الرئيس لروسيا. في نفس الوقت لم يتحدث احد الحقيقه برضه بالامانه عن النقطه دي، لكن انا ظن انه كل رجل اعمال يفكر كده، حتى على الاقل من المنطق ان يزيح الاخرين لياخد الفرصه هو يعني، ففي قدر من التنافس هو مش معلن. لا هو مش سؤالي عن رجال الاعمال قد ما هو سؤالي عن توجه الحكومه، يعني الحكومه الامريكيه لما يعني بتدفع او بتنصح مستثمريها بالتوجه لمصر، هل ممكن يكون احد اسبابه او احد دوافعه مثلا انه زي ما قلت حضرتك ايجاد موطئ قدم او ايجاد مساحه نفوذ اكبر في هذه الدوله، لانه في دول اخرى ايضا موجوده هنا؟ هي الشراكات الاقتصاديه دايما لها ابعاد سياسيه.
يعني عشان كده احنا حتى جزء من اللي ممكن نستفيده مصر من اتفاق التجاره والحقوق انه بيدي اشاره للدنيا انك عندك علاقات قويه مع الولايات المتحده. فانا عشان كده بقول ايه برضه ده مهم، لكن كمان لازم اراعي التفاصيل. اللي انت بتقوليه حضرتك وده برضه اعتقادي الشخصي عشان ما احملش اي حد وجهه النظر هذه، انا ظن ان الشركات الكبيره في العالم لا يمكن ان تتحرك من فراغ، يعني تقول لابد من على الاقل ضوء اخضر سياسي واحيانا ممكن وضوء احمر يقول له لا ما تروحش يعني. لكن عشان كده انا بقول دايما يا جماعه خليكم حريصين على البحث عن شراكات مع الشركات المتوسطه. الصينيين ايضا عملوا صحيح يبدو مقابل باعوا سوقهم صح، يعني عدد سكان كبير قالوا الشركات الامريكيه لما تيجي لازم تنقلي التكنولوجيا، وعشان كده ترامب بيصرخ ويقول لك ده سرقونا واستفادوا مننا ولازم نقفل عليهم. لكن في كل الحالات لما بتعملي ده مع الشركات المتوسطه انا الحقيقه المنافع بتبقى اكبر، الضغوط السياسيه اقل، وبيبقى فيه فير اكتر في المعامله. يعني ده بقى كان سؤالي لحضرتك ويمكن يكون سؤالي الاخير، هل الشراكه مع الولايات المتحده دوله كبيره زي الولايات المتحده بيكون في وين وين سيتويشن، في يعني بيكون نجاح للطرفين او مكسب للطرفين على قدم المساواه، ولا بيكون في افضليه لطرف على حساب اخر؟ والله انا كان لينا صديق روائي عظيم يعني الاستاذ فتحي امبابي، كان بيشتغل في يعني مهندس كبير كده في ميتو الانفاق، وبيقول يعني وحضر كتير جدا المفاوضات مع الفرنساويين حوالين الميتو الخط الاول والثاني، بيقول عاده اللي لاحظوا ان المستثمر الاجنبي لو لقى ثغره عندك عمره ما هيقول لك لا خلي بالك احسن دي تضرك. ده اكيد. فاقصد اقول يعني ايه الشراكه الحقيقيه اللي فيها منافع حقيقيه تيجي من وعي بانك انت عايز ايه وعايز من الاخرين ايه، وازاي تصمم لعبه وين وين او مكسب متبادل للطرفين، لازم تكون انت واعي قوي بالحكايه دي. لو ما انتش واعي احنا يعني هو عشان كده احنا الحقيقه سيبنا سوقنا في ال 40 سنه اللي فاتت للامريكان وغير الامريكان زي ما بيقولوا ببلاش، يعني ما كانش فيه قيمه مضافه كبيره لبلدنا، وبالان بقى بنحاول ان نصحح هذه المعادله. يعني ختاما رؤيه حضرتك للفتره يعني الفتره القليله القادمه سنه يعني كم عن سنوات القادمه، مستقبل الشراكه مع الولايات المتحده هل هو يعني في ازدياد بينمو النمو المتوقع من مثل هذه العلاقات؟ انا رايي انه هيتغير كمان كيفيا الحقيقه، لانه في مجموعه جديده من رجال الاعمال المصريين يعني اكثر براجماتيه اكثر عمليه اكثر فهما لما يدور في العالم وفي الدول المختلفة، بيفهموا كويس جدا شركائهم، بيبحثوا كتير جدا قبل ما يعملوا أي صفقة أو ديل يعني بلغة البيزنس. فأنا بعتقد أنه الجيل الجاي من المصريين من رجال الأعمال المصريين هيبقى قادر فعلا على أنه يعمل لعبة يعني أكثر يعني تحقيقا لمصالح شركاته وبالتالي مصالح بلده. يعني قد لا يكون مفهوم المصلحة العامة واضح كده عند الجيل القديم اللي فكرة الوطنية كانت يعني هي اللي مسيطرة عليه اكتر بكتير من انه يترجمها لحاجات عمليه يعني فيها عواطف اكتر، لكن الجيل اللي جاي هيبقى عملي اكتر طبعا لا اقل من وطنيته وحب البلد. ويمكن احنا صحيح ما هوش بزنس مان عمر الحقيقه نموذج للوطنيه العصريه يعني زي ما بيقولوا، فانا ظني انه ده هيبقى عارف كويس جدا ايه اللي يجيبه من الولايات المتحده، ايه المناطق الجديده اللي يدخل فيها. يعني احنا ملاحظين انه زي ما بيقولوا سان فرانسيسكو والغرب الامريكي اللي فيه أكبر شركات التكنولوجيا اللي موجودة في العالم، احنا محتاجين الشراكة تنتقل إلى هذا الجزء. وعشان أكون أمين يعني أنا لاحظت إنه الشركات السعودية أو المملكة العربية السعودية في الفترة اللي فاتت قللت من الشراكة القوية مع وول ستريت زي ما بيقولوا اللي هو حي المال وعملية الاستثمارات المالية، وبدأت تنتقل إلى الأي تي وتركز قوي، ولما بيزوروا الولايات المتحده بيبقوا مهتمين كل رؤساء الشركات الكبيره بتاعه الاي تي يتقابلوا معاها عشان يحاولوا يعملوا معاها صفقات لبلادهم. فانا ظني ايضا ان المستثمرين المصريين الحته دي مش غايبه عنهم، وعشان كده كان وزير الاتصالات كان موجود ووعد ان احنا نضاعف صادراتنا من التكنولوجيا المعلومات يعني في الاربع سنوات المقبله، ونخلي معدل مساهمه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برضو الضعف في الناتج المحلي في الفترة المقبلة. معلومات يعني قيمة بشكر حضرتك عليها. الأستاذ مصباح قطب الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي، طاقة إيجابية أيضا في هذه الفقرة بننقلها للمشاهد النيل. شكرا لوجودك معنا يا فندم. شكرا جدا. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام، شكرا للمتابعة، وغدا بإذن الله فريق عمل جديد ألقاكم بإذن الله غدا من القاهرة. تصبحون على خير.